هي غرف نوم من مختلف الأشكال والأنواع يعرضها الباعة هنا بمدينة شفا ولاية البليدة. يقف على صناعتها حرفيون ورثوها عن أجدادهم، غير أنهم اليوم يواجهون عزوفا عن الشراء. من كل 58 ولاية يجوا لهنايا، هما اتجاه تاعهم لشراء غرف نوم لإعادة البيع أو للعرسان. مش الربح تقريبا عدم، ماشي نقص بارابور الوقت اللي كنا فيه، وقت فات دوكا ينقص بزاف، بيسكو المدى الأولية زاد بزاف، وحتى المشتري يجي ليك تقول له نزيد لك السومة يقول لك بزاف ما نشريش. الناس بزاف كاينين، أنا ديجا صحابي هم أصحاب ورش هم ديجا سكروا مسكن، اللي كانوا كارين ورش تاعهم هم والله غير سكروا. تقربنا أكثر نحو هؤلاء الحرفيون لمحاولة التعرف على الأسباب التي تركت هذه الحرفة تتراجع، وكان جوابهم بغلاء فاتورة الخشب المستورد من جهة وأسباب أخرى. راه يعود السبب تاعو الأساسي إلى غلاء المادة الأولية بصفة عامة، هي مادة الخشب الوسم تاعها، ماشي غير الخشب، ثاني عندنا مواد واحدة أخرين اللي نستهلكوهم، مازال المسمار اللصقة، عندنا أمور بزاف، أمور واحدة أخرين عندنا الفيرني الورنيش ثاني زاد غلا بزاف. هذا اللي خلى الامور تزيد، الشومبرات الغرف النوم تاع العرسان يغلاو بزاف، والناس نقص الطلب عليها بارابور اللي كانت. صناعة الأثاث انخفض هامش الربح بها، الأمر الذي دفع بهؤلاء للتخلي عن حرفة أجدادهم، ما يستدعي تدخل السلطات لإنقاذ هذه الحرفة من الزوال.